في قطاع العدالة الآن، أفرجت محكمة الجناح بسيدي محمد برئاسة القاضي خيثر قاسي عن المتهمين الثلاث في قضية التلاعب برخص حصص تلفزيونية، حيث قضت المحكمة بإدانة مدير العام لقناة كي بي سي مهدي هيثم بن عيسى ومحمد رياض حرتوف مدير الإنتاج بيناس برود بستة أشهر حبس موقفة نافذة وغرامة مالية مقدرة ب50,000 دينار، فيما سلطت المحكمة عقوبة الحبس غير النافذة مدته 6 أشهر وغرامة مالية ب50,000 دينار ضد عباسي نورية التي شغلت نائب مدير فنون العرض والفنون الحية بمديرية الفنون بوزارة الثقافة. التغطية كانت لياسمين تيمي. محاكمة وصفت بالتاريخية وسط حضور إعلامي مكثف، أفرجت محكمة الجناح بسيدي محمد برئاسة القاضي خثير قاسي عن المتهمين في قضية التلاعب ببث حصص تلفزيونية، حيث أدانت المدير العام لقناة الكي بي سي مهدي بن عيسى ومدير الإنتاج ناس برود حرتوف محمد رياض بستة أشهر حبسا نافذا مع غرامة ب50,000 دينار، فيما سلطت ذات المحكمة عقوبة عام موقوفة النفاذ ضد الإطار بوزارة الثقافة مع غرامة ب50,000 دينار، كما قضت المحكمة بالإفراج عن المتهمين إن لم يكونوا موقوفين لسبب آخر، ونزل النطق على المتهمين بعدما كان وكيل الجمهورية لدى نفس المحكمة قد التمس توقيع عقوبة العامين حبسا نافذا مع غرامة ب200,000 دينار ضد المتهمين. من أمام محكمة سيدي محمد، ياسمين دهيمي، قناة النهار.